كشف مصدر طبي في محافظة صلاح الدين عن تسجيل حالتي وفاة بإنفلونزا الخنازير والاشتباه بإصابة جديدة. وقال المصدر أنه بعد إرسال عينات المصابين بالإنفلونزا الوبائية إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، تم التأكد من إصابتهم بإنفلونزا الخنازير. وطالب المصدر الطبي من أهالي المحافظة بأخذ الحيطة والحذر والتوجه إلى المراكز الصحية من أجل أخذ اللقاح، مشيرا إلى أن تسجيل حالتي وفاة بهذا المرض من ناحية الضلوعية، وأشار إلى الشك بوجود حالة ثالثة مشتبه بها.